أن من أعظم قواعد التغيير تنقية التوحيد وتجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. تعالوا اليوم ننظر كيف بدأت سورة الرعد بتجديد تلك العلاقة. كيف لتلك العلاقة بيني وبين خالقي عز وجل أن تتجدد؟ وما الذي يحدث إذا تجددت؟ إذا تجددت وقويت العلاقة بين العبد وربه اطمأنت النفس. ولذلك سورة الرعد تكلمني عن الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا تجددت العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى هان عليك كل شيء، هان عليك ما يمكن أن تواجهه من تحديات شديدة صعبة على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي، وأنت تتغير نحو الأفضل. تغير نحو الأفضل ليس بذلك الطريق الممهد أو السهل أبدا، إنما هو طريق فيه شيء من الوعورة، فيه الكثير من التحديات. فسنة التدافع بين الحق والباطل سنة ماضية،